بيت العود هذه مدرسة أسستها بالقاهرة سنة 99، بداية 99، ولليوم مستمرة بالقاهرة بحي الحسين خلف الأزهر بالضبط، منزل الهراوي. والمقر الثاني عندنا اللي هو الإقليمي لدول الخليج موجود في أبوظبي من 2008 مع دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة والآثار. وعندنا بيت بالخرطوم، بيت في بغداد قبل الخرطوم 2018 افتتحنا، وبيت الخرطوم بداية 2019. هذا عود محمد فاضل، هذا عود قديم. محمد فاضل حكيتنا عنه. طيب نحن حكينا عن محمد فاضل انه من اهم صانعين. هذا احد اعواده سنة 77، واهداء من المرحوم محمد خلف المزروعي صديقي واخي، اللي هو كان رئيس المجمع الثقافي في ابوظبي، وهو اللي طلب مني، دعاني ان افتتح بيت العود هنا. هذا عود سوته الفنانة عزة الكبيسي، يعني كان تكريم من قبل مجموعة من الاصدقاء وهي على رأسهم. عود من حروف اسمي متكرر 3 مرات 4 مرات. هذه من هنا تبدي التجارب اللي نبدي نسويها. هذا البندول آلة مشهورة بالجزائر، جبنا نسخة وصنعناها هنا حتى نعلمها. هنا العود الباص، هذا يشبه العود اللي احنا نصنعه نفسه بس على حجم كبير. هذا كل هاي العائلة، العائلة العود اللي سويناها تقريبا 5 أحجام جديدة. هذه القيثارة السومرية فيها أول سلم موسيقي عرف الإنسان، بمعنى 8 درجات صوتية اللي هو أوكتاف كامل يتكون منه السلم الموسيقي. الرأس من الذهب وكل عاج وكل مذهب، والخشب والتفاصيل صنعناها بالضبط على النسخة اللي سرقت من المتحف العراقي في أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق. وين صار؟ سرق الرأس وكسروه. الرأس ذهب خالص في أكثر من 3 كيلوات ذهب خالص انسرق، هي لأنه كانت فيها رمز الخصوبة ورمز الحياة، لأنه الثور ينطي انطباع كان رمز في آشور، حضارة الآشورية. المخزن الخشب اللي هو تجفف به الأخشاب، هذا كله سيسم، كله أخشاب سيسم اللي هو نعتبره أفضل نوع، ولون خفيف ولونه جميل وبنفس الوقت مفيد لقوة الحفاظ على عمر الآلة والصوت الفصيح السريع. في كل أنواع، كل شيء نحتاجه لصناعة العود، مثلا هذا مكان المفاتيح قبل ما يتثقب ويصير، كله يتجفف هنا ويتقطع يصبح أضلاع بهالشكل، وعلى النار يبدأ يتقوس إلى أن يصبح يصير شكله الصندوق الصوتي، وكل مستلزمات الآلة هنا. هذه تقطيع الأخشاب هنا، هذه الغرفة يعني مقفولة حتى ما تطلع التراب فيها ساحبات. هنا يقطع الخشب، هذا اللي شفناه يتقطع بهذه المرحلة. هنا تتجمع كل مكملات العود، يعني عندنا ماكينة الليزر تحت هناك تقطع الوجه بحيث يكون قطعتين بهالشكل، هذا قطعة ثانية يصير يشكل الوجه بهالطريقة، ويبدأ الطاسة اللي هي تسمى الصندوق الصوتي، تسموه الطاسة الصناع، هي القصعة بالضبط هذه. وهذا مثلا عود بعدهم تركبت كل أجزاء، يبقى هنا يسمى الأنف والفرسة، وتنشد الأوتار والمفاتيح ويصبح العود ناطق. هنا ماكينة الليزر، ماكينة الليزر كل التفاصيل الصغيرة حتى تثبت ويصير قياس موحد اعتمدنا ماكينة الليزر. التقطيع مثلا الوجه، فتحات الوجه، النسب اللي على الوجه، يعني هذا وجه، هذا قطعتين مقطع، والجسور هاي كلها جسور تحت الوجه، هاي كلها هو وجه كأنه عين. هو احنا هذا يعني هذا اللي اعتمدناه، العود اللي هو البسيط اللي ما بيزخارف، عود سادة، المهم صوته يكون التركيز على الصوت وعلى أصابع العازف، ما يكون في تركيز على الصدف والزخارف والكتابة اللي موجودة عليه.
طبعا دائما في طلب كبير على الأعواد. من عملنا معرض هنا ببيت العود اسمه صنع في الإمارات. بالمناسبة هاي كلها مكملات الآلات، كلها تصنع هنا، كل شيء من الألف للياء يصنع في هالورشة. هي مكان لتأسيس السوليست، تأسيس العازف البارع، تأسيس صناعة عالية جدا، تدريس الصناعة بمواصفات علمية. ما عاد يعني كل واحد قصطة شاطر بالصناعة يطلع عود بالصدفة حلو وعود ثاني تعبان وعود ثالث صوته متوسط، لا، صار في حسابات، في دقة في الخشب، في تجفيف الخشب، في نوعه، في قياساته، في كل ما يخضع للصناعة، علم كبير جدا. وهذا اللي يميز آلة عن أخرى وصوت عن صوت. برافو. احنا الان انا عندي عود يعني اللي يعرف محمد فاضل هو عودي اللي اطلع فيه بكل الحفلات، وقبله كان عندي عود لفوزي منشد صانع عظيم في البصره موجود ما زال. الان عندنا ورشتنا في بيت العود نقدم عود رقم واحد، صار من الاعواد المتميزه جدا. اللي حصل مع العوائل اللي عندنا هاي صار 10 سنين أو 11 سنة في أبو ظبي وقبلها 20 سنة في مصر، تغير جذري صار. الآن صار الأم اللي كانت تجي تقعد تنتظر هنا وهناك صارت هي تتعلم موسيقى، الأب صار يدخل تلاقي العائلة يجوا مع بعض 4 أشخاص كل واحد يروح لأستاذة لدرس. الحدث القادم هو ملتقى العود الدولي، العود فورم، انترناشونال عود فورم، راح يكون جامع لمعظم المشاريع العود الحديثة المتواجدة المعاصرة. هدفي أنه أزرع في كل بيت في العالم العربي أولاً موسيقي، هذا يطرد كل شيء، يطرد التعصب والتخلف والتطرف والإرهاب وكل النعرات العدوانية اللي موجودة والنزعات عند الإنسان تتلاشى مع وجود موسيقي بالبيت وموسيقي متعلم ومتنور. وهذا احنا نلاحظه على سلوك الطلبة أصلاً بعد أشهر من دخولهم، طفل حتى عمره 6 سنين تعرفي صعب السيطرة على الأطفال، أول أيام يكون مجنن المكان، بعد شهر شهر ونص تلاقيه جالس هناك ويسمع.